ايه اجمل الاكلات اللي بتحبوا تاكلوها في الشتاء؟ ايه الاكل لما الشتاء كده يدخل نبتدي نفكر فيه ونبتدي نقول ايوه بقى الشتاء جاي بقى باكله؟ ايه يا مصطفى؟ البليله طبعا. فطار الابطال حيث الدفء، القمح ومعاها طبعا الفول السوداني حيث الاوميجا 3. فانت بتتكلمي في بروتين، بتتكلمي في وجبه يعني بتخلي الواحد، بس اهم حاجه تتعمل صح، لازم تتنقع باين ومش عارف تتحط مش عارف ايه. انا مش بعمل بيه ويوم اهلها قبلها ويوم لا 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 لا. دي اعتقد ان هي من اجمل الاكلات اللي اتعودت عليها من وانا صغير، ان لما الشتاء يشتد خير داعم ليك، يعني حاجه كده قبل ما تنام فعلا بتدفي الاطراف، ولو الدنيا فعلا تلج بتبقى جميله جدا. من حيث الرياضيين كمان بياخدوها، لان انت عارفه حبات القمح مهمه جدا 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 في حاجات كتير. انت بقى بتحب ايه؟ حصاد القمح فهو ده وقته يعني طب. احنا في الموسم في الشهور القبطيه دايما يقول لك ان ده وقت حصاد القمح، فعلشان كده بنلاقي الاكلات الشتويه بصفه عامه حلوه كده وبتكون بتدفي وبتكون يعني عندك مأكولات كده الناس بتبقى متعوده عليها في الشتاء. السبانخ اكل الابطال كنا متعودين واحنا صغيرين في الكرتون بنلاقي باباي بالظبط، فكان دي من المأكولات الشتويه المشهوره قوي. الارنبيط اللي متعودين عليه المصريين، شوربه العدس بقى، شوربه العدس وجمال شوربه العدس. اول ما تلاقي الدنيا غيمت كده شويه تعرف على طول اوتوماتيك وانت راجع من المدرسه او من الكليه ان في البيت هتلاقي حل شوربه عدس على البوتاجاز، الامهات على طول بيلجأوا لها. ريحه بقى الخبز في البيت، الكيكه اللي في الفرن، تحس انها بتعمل ريحه كده حلوه في البيت، كل ده فعلا وتدفي البيت وتدفي المطبخ، يعني في اجواء شتويه كده الناس بتتسحلب في مشروبات الناس بتحب تاخدها. كل الكلام ده فعلا يعني احنا بنروح ونيجي عليه. خلي بالكوا الشتاء لسه ما بداش، عشان بس نبقى ايه صراحه. يعني انا بفتح وبقلب في الميموريز كده في الفيسبوك بلاقيه ان السنوات اللي فاتت كان في امطار شديده جدا في الوقت اللي احنا فيه ده، كان في مش عارف سيول في الوقت اللي احنا فيه ده. احنا حتى الان لم نشتكي في العاصمه من بروده الاجواء او انهيار وسقوط الامطار. التقلبات الجويه والمناخيه اللي احنا طبعا عارفين او عايشين وسطها بتاخر حاجات وبتقدم حاجات، وحتى الان غير مفهوم الكلام ده. اللي فاكره كويس ان الشتاء خلص الشهر، السنه اللي فاتت كان شهر 5، اتاخر قوي السنه اللي فاتت فعلا، خلص شهر 5. انا فاكر ان الشتوي فضل عندي لغايه شهر 5، فاحنا حتى الان برضو زي ما بنقول كده ما دخلناش في الشتاء اللي بجد. الشتاء اللي بجد هنحتاج فيه اكلات زي ما بيقولوا كده ايه ترم العظم، فاحنا سواء بقى البليله سواء السبانخ سواء العدس اللي بحبه جدا ومن اجمل الاكلات، كل الحاجات دي اعتقد ان كل المصريين محتاجينها في الاوقات القادمه. احنا بنقول دايما عندنا ارتباط كده بالشهور القبطيه اللي دايما بتحكي لنا تفاصيلنا في مصريين، دايما يقول لك احنا دلوقتي في شهر الكياك، شيل ايدك من غداك وحطها تاني على طول في عشاك، ده دليل على قصر اليوم في النهار، وان احنا بنبقى بناكل كتير جدا في الشتاء. الشطاره ان احنا نعرف ناكل ايه اللي يقدر يدينا سعرات حراريه محترمه يدفينا كويس قوي من غير ما نزيد في الوزن. الناس كتير بتلجا بقى انها تاكل نشويات علشان تتدفى، بالعكس احنا لو زودنا شويه دهون صحيه مع الاكل بقى الشتاء اللي هو بتاع الموسم زي ما بنقول، الفيتامين سي، البرتقال والجوافه والحاجات طبعا دي للمناعه يعني مش للدفء. لا والله بتبقى موجوده، عايز حلويات عايز حاجه مسكره فخدها من الفاكهه. بس كل سنه وانتم طيبين وتستمتعوا ان شاء الله بشتاء يكون دافئ وجميل من غير زياده كبيره في الوزن يا رب. صباح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر. صباح الخير.